وممتاز، هدف جول بطريقة خاصة من جانب فريق دفاع الحسني الجريدي. طبعا يمكن نقول بأنه الهدف صراحة جاء في اللقطة مباغتة. حداد ممتاز، حداد ممتاز، شادونا إعادة. كيفاش أن الكرة مشات بهذه الطريقة في الوقت اللي ظن الجميع على أنه كرة سهلة عند الترابي، ولكن وجه لوجه أمام الحارس حداد يوضع الكرة في المرمى. هدف، هدف التعادل.